مباشرة ينضم إلينا النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي. أستاذ طارق، من بين مسببات الثقة والارتكان إلى درجة كبيرة من الطمأنينة في مثل هذه المؤتمرات كان مخرجات مؤتمر شرم الشيخ، والذي على أساسه تم إعداد القائمة الأولى من العفو الرئاسي، ونحن الآن ربما في طور القائمة الثانية. إلى أين وصلنا في القائمة الثانية من العفو الرئاسي، وكيف يمكن البناء على هذه الخطوة مستقبلا أيضا في إطار شبابي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتكم مشاهدين الكرام. يمكن زي ما حضرتك تفضلت، نحن في طور الانتهاء من القائمة الثانية. بالفعل انتهت لجنة العفو الرئاسي من تسليم القائمة الثانية منذ عدة أيام إلى مؤسسة الرئاسة. نعم. ومن المعتاد أنه يتم مراجعة القائمة من قبل مؤسسة الرئاسة تمهيدا لصدور قرار جمهوري من جانب رئيس الجمهورية بيحتوي عدد من الأسماء والأعداد المتعلقة بمن هم يتم الإعفاء عنهم. يمكن بنأكد أنه هذه ليست القائمة الأخيرة. نعم. اللجنة تطلع بدورها خلال الأيام المقبلة لعقد اجتماع للشروع والبدء في الإعداد للقائمة الثالثة، حيث أن عمل اللجنة ممتد حتى نظر آخر حالة سترد إلينا. وهذا حسب. أستاذ طارق، لو سمحت، قبل الوصول إلى القائمة الثالثة من المعفى أو المفرج عنهم أو الذين تبتغون الإفراج عنهم، كان هناك إشكالية مرتبطة بأولئك الذين لا يزالون في طور الحبس الاحتياطي ولم توجه لهم تهم بعد، أو لا يزالون في انتظار درجات أخرى للتقاضي، كيف تم التعامل مع هذه الإشكالية؟ نعم، هذا صحيح، لدينا مشكلة فعلا فيما يتعلق بالمحبوسين احتياطيا، أنه وفقا لأحكام الدستور غير مخول لرئيس الجمهورية حق إصدار قرارات العفو الرئاسي عن المحبوسين احتياطيا، وبالتالي نحن نحتاج إلى تدخل قد يكون تشريعي أو صدور قانون للعفو الشامل من قبل البرلمان. هذا الأمر ما زال محل نظر قانوني وبحث قانوني، باعتبار أن البرلمان لم يصدر عبر تاريخه أي قوانين للعفو الشامل، وأنه ما هو مقرر في الدستور للبرلمان في الحق في ذلك هو جديد في التطبيق، ومن ثم يحتاج بعض الوقت في البحث القانوني. لا، ويمكن أعضاء اللجنة تبحثوا خلال لقاء جمعهم من فترة مع دكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب في هذا الأمر، وجرى التشاور إذا إمكانية صدور قانون العفو الشامل أم من الأفضل أن يكون هناك تعديل لقانون الحبس الاحتياطي. فبالتالي ما زال الأمر محل تشاور، لكن يعني بنبحث عن عجل وبشكل فيه جدية شديدة هذا الأمر في محاولة الوصول إلى معالجة قانونية واضحة نستطيع من خلالها الصدور قرارات عفو. بالتبعية على ذلك مباشرة، القائمة الثانية تأتي خلوا من أي اسم لا يزال محبوس احتياطيا؟ حتى هذه اللحظة الوضع كذلك، بالرغم أن احنا انتهينا من هي سلمت إلى مؤسسة الرئاسة حسب ما قلت أستاذ طارق. نعم. يمكن بس ما تضمن بعض حالات المحبوسين احتياطيا التي ارسلت لمؤسسه الرئاسه هي كانت من هم دون 18 سنه. نعم. تم ارسال قائمه اختلط فيها سواء كان اللي خدوا احكام بته نهائيه او المحبوسين احتياطيا من هم دون 18، لكن غير ذلك باقي القوائم المرسله، لان يعني ارسلت ثلاث قوائم تنظيميه. القائمة الثانية كانت متعلقة بمن صدر بحقهم أحكام بتة نهائية، والقائمة الثالثة هي أيضا ممن صدر ضدهم أحكام بتة نهائية، ولكن أشرف على إعدادها وتنظيمها لجنة حقوق الإنسان في البرلمان. نعم، أستاذ طارق، إذا كنا نتعامل في هذه الجزئية في منطقة كانت توصف فيما مضى بأنها من المناطق المحرمة والمحظورة، يبدو أن هناك انفتاحا فيما بعد مؤتمر شرم الشيخ على مثل هذه القضايا من رأس النظام السياسي في الدولة مباشرة. إذا رغبنا في مد الخط على استقامته، أي الجزئيات يمكن أن تكون مماثلة أو مشابهة يمكن أن يتم النقاش فيها أيضا؟ في اعتقادي ان احنا قدرنا خلال المؤتمرات الماضيه، سواء كان مؤتمر شرم الشيخ او مؤتمر القاهره والان مؤتمر اسوان، انه عبر هذه المؤتمرات تحول الحوار من حوار يخص قضايا الشباب فحسب الى قضايا المجتمع ككل. قدرنا ان احنا نتواصل اذا عدد من الملفات والقضايا وتنوعت في الحقيقه ما بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي. أما عن القضايا السياسية، تحدثنا عن مسألة العفو أو صدور قرارات العفو الرئاسي، ودي ابتدت تأخذ مجراها، بالإضافة لذلك قانون التظاهر وما يترتب عليه من عمليات تعديل، مما يخضع له لتعديل
داخل البرلمان الآن بعد صدور أيضا حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة العاشرة منه. بالإضافة لده رؤية الدولة، وده جاء بناء على توصيات أيضا ومطالب من مؤتمر شرم الشيخ بضرورة وجود مركز وطني للشباب يتولى تدريب وتأهيل الشباب الذين هم بصدد الاهتمام والمشاركة في العمل السياسي لعمل كوادر شبابية قادرة على المشاركة وممارسة العمل العام. حتى استطيع استاذ طارق حتى استطيع ان احسن الفهم فقط من بين ما ذكرته توطئه للاجابه، هل نحن في هذه المؤتمرات القضايا الاولى بالرعايه ان نتحدث في شان سياسي شبابي، ولا في مجمل القضايا الاقتصاديه والاجتماعيه التي تهم المجتمع بشكل عام او المحيط الذي فيه تعقد مثل هذه المؤتمرات؟ هي بدات بالقضايا الشبابيه وكان في تركيز عليها، لكن بمرور الوقت من المؤتمر الثاني يمكن تحول الامر الى قضايا المجتمع ككل، وده برز قوي في القضايا الاقتصاديه. وهنا جاء حديث الحكومه ويمكن محافظ البنك المركزي وفي المؤتمر الماضي ورئيس الحكومه حول الصعوبات والتحديات التي يواجهها الشعب المصري ككل فيما يتعلق بالاوضاع الاقتصاديه ومسببات الاجراءات التي اتخذتها الحكومه خلال الفتره الماضيه وما تعرض له بعض التنفيذيين من انتقادات من القاعة إزاء بعض السياسات النقدية والسياسات الاقتصادية، وبالتالي تحول الحوار هنا إلى حوار مجتمعي شامل بالذات فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية وانعكاساتها على المجتمع ككل. وجدنا نتائج ملموسة على مستوى النقاش السياسي، انتهى بالحديث عن إعداد قوائم ل استعمال رئيس الجمهورية لمكنة أو سلطة العفو الرئاسي، أي المخرجات التي يمكن أن تخرج وتكون على ذات الدرجة من الأهمية ويمكن البناء عليها مباشرة كسابقاتها؟ في اعتقادي أنه يعني المخرجات كثيرة، ويمكن التركيز يمكن إحنا النهاردة بصدد قضايا تتعلق بالصعيد، والصعيد خلال السنوات الماضية يعني تعرض لتهميش شديد بالذات في البنية التحتية وفي الخدمات، وده أدى إلى نزوح عدد كبير من أبناء الصعيد على محافظات الوجه البحري من أجل البحث عن العمل، وده عمل خلل مجتمعي ما، وبالتالي ده كان محتاج تدخل ومحتاج إلقاء ضوء حول قضايا الصعيد وحول المعاناة التي يواجهها أبناء الصعيد على كافة الأصعدة والمجالات. وفي اعتقادي أنه رمزية المكان هذه المرة كانت يعني عبقرية، وكانت تحمل جانب كبير من الذكاء بالذات ونحن نتحدث عن يعني عدد كبير من الشباب بيسكن الصعيد، البعض يعني بيوصفوا أنه يصل إلى حوالي 60% من شباب مصر من ساكن الصعيد، وبالتالي نحن أمام عدد كبير جدا من الشباب بالتأكيد انعكاسات الاهتمام بالصعيد ستنعكس على كل هذا العدد من الشباب بالذات في مجال العمل وربط سوق العمل وبالتعليم ومخرجات ما يمكن أن تحدث من خلال هذا المؤتمر من توصيات تتجه للسلطة التنفيذية ويتم توجيهها للسلطة التنفيذية والتشريعية لمعالجة قضايا الصعيد والبدء في وجود اهتمام حقيقي في ظل تهميش عانوه خلال سنوات وعقود ماضية. شكرا جزيلا لك طارق الخولي النائب البرلماني عضو لجنة العفو الرئاسي، شكرا جزيلا لك.